السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو ذوك الأشخاص المربيين الراقيين الأنيقين اللي يتكلموا كلام موزون وجيد، أشخاص اللي يدافعوا على القضايا الإنسانية وحتى يدافعوا على الحشرات، يقدر يدير لك حشرة الخنفوس يقدر يدير لك عليها قضية إنسانية ويطيح لك الدمعة. الإنسان في حد ذاته يقدر يكون راقي، يكون مربي نقي بروبر ويحترم الآخرين ويدافع القضايا الإنسانية، لكن ما عليك غير تتقدم له وتدان له للمصالح دياله يولي حيوان مفترس. اللذات دياله والحب تاع القوة دياله والحب على السيطرة عليك راح تخليه يولي شرس ويولي ما عنده حتى مبدأ إنساني ويولي شراني، يولي كل حيوان. دونك كل هذاك الرقي والامور يعني الايجابيه اللي تشوفوها وفي القضايا السلميه والكلام المعسول ما عنده حتى معنى، لانه الانسان كي تروح له للمصالح ديالو يولي كالحيوان، نعمه العقل تروح له وراح يخليك يعني انت هو الضحيه ديالو. القوانين في العالم توضع من طرف الاقوياء، توضع من طرف الأقوياء لكنها تطبق إلا على الضعفاء، وهذاك القوي جامي ما راح يطبق عليه القانون اللي يحطه هو، لكن أنت الضعيف راح تطبق عليك على كل المستويات، على مستوى الدول وعلى المستوى العالم، على مستوى المجتمع العالمي. دونك هنا هذاك الرقي والكلام المعسول ما عنده حتى معنى، الأفعال هي اللي عندها معنى، وكل هذاك الرقي والكلام المعسول والأناقة راح تولي ما عندها حتى معنى، أنت نهار تدنى له للمصالح ديالو. أنا جو كخوا بلي راكم تفهموني واش راني نتكلم، لأنه لازم نتكلم بمصطلحات معينة، مش نقدر ندافع على قضايا معينة. فات أتونسيون، بي كيرفول، الإنسان واحد ما يهفكم إلا من رحم ربي. فالإنسان الحقيقي واللي ناصر القضايا العادلة ماشي لازم يقول كلام معسول، لازم تكون عنده أفعال حقيقية في أوقات الأزمات لتبين باللي صح هو إنساني ويدافع عن الحق. لكن كل هذيك الأمور اللي ديروها ماشي يبينوا باللي هاوليك القانون وهاوليك فيمشي المجتمع، ما تمشيش وما تكاش منها. تهلاو في روحتكم، السلام عليكم.